في عناوين النشرة: اعترافات ثلاثي داعشي في لبنان، خططنا لتفجير مطعم الساحة أثناء المونديال. حزب الله في كتاب حسن فضل الله: يوم أقصى السوريون المقاومة. الجديد تعلن انتفاضتها على المحكمة الدولية. فرنجي يراهن على لحظة واحدة للرئاسة. تبني السيد حسن نصر الله للعماد ميشيل هون عم روسنا. وفي النشرة: لرفع منسوب الإنسانية والشعور مع الآخر. أنا يا ضيع لي نصيبي، مساء الخير. تكاد القرارات الاتهامية تنفجر من شدة المواد المفخخة التي تقيم بين سطورها والمأخوذة من اعترافات إرهابيين مروا على هذا البلد، دخلوا مقاهيه وعاشوا في فنادقه. ومن هؤلاء خلية فندقي دوراي ونابوليون المتضمنة أسماء على مد الإرهاب والنظر، بينهم من قضى نحبه وآخرون صدرت في حقهم اليوم قرارات اتهامية، وهم من جنسيات سعودية ولبنانية وسورية وفرنسية. يكشف المتهمون تفاصيل مدمرة عن سير عملياتهم، ومنها تفجيرات تستهدف الأمن العام والمسيحيين. والأخطر بينها أن يدخل السعودي علي الثويني بحزام ناسف ويفجر نفسه في مطعم الساحة في أثناء عرض مباراة لكأس العالم بتاريخ 14 أو 15 من حزيران. وبعد تجمع الناس نتيجة التفجير الأول، يدخل الانتحاري الثاني السعودي عبد الرحمن الشنيفي ويفجر نفسه بالحاضرين. صيف كان له أن يصبح نارياً، لكن الأمن كان عاماً ومنتشراً على طول المخططات وعرض الفنادق، ما جنب لبنان كتلة لهب ومآسي ما كانت لتفرق بين طائفة وأخرى. وإلى كتلة اللهب القانونية التي فجرها رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية القاضي نيكولا لتيري، الذي أعلن تمرداً غير مسبوق على قرار هيئة الاستئناف الصادر بحق شركة الجديد وعده غير ذي فائدة، وقال: لست ملزماً هذا القرار، وأنا غير مقتنع بتعليل هيئة الاستئناف التي لم تراعي على النحو الواجب مبدأ أن لا جريمة إلا بنص ولا حقوق للمتهمين. ورأى لتيري الناظر في قضايا التحقير أن القانون الجنائي لا يمكن أن يفسر تفسيراً واسع النطاق أو أن يطبق بالقياس. لتيري غير مقتنع، والجديد أيضاً. لتيري غير ملزم، والجديد تحت سقفه ولن تخالفه رأيه. لتيري يرى في قرار محاكمة الشركات اجتهاداً غير ذي أهمية، والجديد ترافق سير عدالته. وإذا كان لوتيري قد بدأ الطريق، فالجديد ستكملها معتمدة التمرد عينه، المستوحى من آراء قاد دولي تجرأ على صانعي القرارات المنحرفة عن مسلك المحاكم الدولية في العالم. محاكمة على الورق يكاشف فيها حزب الله الرأي العام في سير معلومات ينشرها للمرة الأولى ويضمنها النائب حسن فضل الله في كتاب حزب الله والدولة في لبنان الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. يكشف فضل الله عن زوايا كانت نائمة في ظلال الدولة، وعن علاقة بين الحزب وسوريا شابتها على امتداد سنوات المقاومة عملية إقصاء قادها فريق سوري حكم هذا البلد. عروض تذهب وعروض تجيء على ورق، من إيران إلى السعودية ففرنسا وصولاً إلى بيروت، وتسكن كتاباً من المرجح أن يصبح وثيقة. والجديد تعرض اليوم أبرز مقتطفاته قبل التوقيع.
إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة قرارا اتهاميا بحق 28 إرهابيا وطلب لهم عقوبات تتفاوت بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لإقدامهم على الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية انتحارية في مناطق مختلفة من بيروت. التفاصيل في تقرير للزميلة نانسي السبع. خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في قبضة السلطات اللبنانية، قناة الجديد حصلت على محضر اعترافات إرهابيي فندقي دوروي ونابليون الذين توزعت تهمهم بين الإعداد لعمليات انتحارية وتنفيذها وتصنيع عبوات والإعداد لأعمال إرهابية. وفي التفاصيل أن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة أصدر قراره الاتهامي بناء على مطالعة القاضي داني الزعني بحق 28 شخصا لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. أبرز الموقوفين الفرنسي فايز بوشران، السعودي عبد الرحمن شنيفي، السوري هاجر العبدالله، واللبنانيون علاء كنعان، محمود خالد، أحمد الحسين، ومحمد جوهر. وبحسب المحضر ثلاثة منهم كانوا مكلفين تنفيذ عمليات انتحارية في مناطق مختلفة من بيروت: السعودي عبد الرحمن شنيفي، وهو الانتحاري الثاني الذي قبض عليه في فندق دوروي بعدما فجر زميله الإرهابي السعودي علي سويني نفسه إثر دهم عناصر الأمن العام فندق دوروي. وفي اعترافاته يقول شنيفي: حضرت إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بصفوف المجاهدين، تدربت في حلب وانتسبت بداية إلى لواء التوحيد فتنظيم الدولة. اختارني أبو جعفر الأردني لتنفيذ عمليات انتحارية في لبنان تستهدف جهاز الأمن العام اللبناني والروافض والصليبيين، وفيما بعد كلفني أنا وعلي تنفيذ عملية انتحارية مزدوجة في مطعم الساحة. هذا ويكشف شنيفي أنه وثويني قصدا مطعم الساحة مع الإرهابي المنذر خلدون الحسن لاستطلاع موقع العملية. وعن تفاصيل المهمة يقول: يدخل علي الثويني بحزام ناسف ويفجر نفسه في المطعم في أثناء عرض مباراة لكأس العالم، حيث كان لدينا معلومات أن عددا من عناصر الأمن العام سوف يحضرون لمشاهدة المباراة بتاريخ 14 أو 15 من حزيران. وبعد تجمع الناس نتيجة التفجير الأول أدخل أنا وأفجر نفسي بالحاضرين. الفرنسي فايز يوسف بوشران، انتحاري قبض عليه في فندق نابليون وهو ملقب بأبي إدريس، غادر فرنسا برا إلى ألمانيا ومنها سافر إلى تركيا فسوريا حيث تدرب على أيدي مشايخ ثم انتقل إلى محافظة الرقة في لبنان. يقول بوشران في اعترافاته: كنت أتابع عبر موقع يوتيوب الجرائم بحق المسلمين السنة في سوريا، تأثرت وشعرت بأن يوم القيامة بات قريبا، فتكونت عندي قناعة بالذهاب إلى سوريا للجهاد في سبيل الله والمسلمين. في الرقة قابلت مسؤول تنظيم الدولة الملقب بأبي الشهيد، وحين سألني عن نوعية الجهاد الذي أنوي القيام به أجبته: أرغب في القيام بعملية استشهادية. رحب أبو الشهيد بالرغبة وباركها، وعرض علي أن أقوم بعملية ضد الشيعة في لبنان لتلقينهم درسا بسبب قتالهم في سوريا. العملية كان مفترضا أن تكون مزدوجة عبر سيارتي ميني باص، ولكن حين قلت له أنني لا أجيد القيادة قرر أن تكون بحزام أو سترة ناسفة. كانت العملية تقتضي أن أفجر نفسي بحي شيعي في بيروت. ويكشف بشرى أنه حضر إلى مطار بيروت بمرافقة انتحاري مغربي يحمل الجنسية الفرنسية يدعى محمد رضا أهراني ويلقب بأبي ياسين، وافترقا فور وصولهما ولا يعرف عنه شيئا. علاء كنعان لبناني وهو الانتحاري الثالث في الشبكة الموقوفة اعترف أن مهمته والمطلوب راء الطالب كانت اقتحام سجن رومي لتحرير السجناء الإسلاميين باستعمال مواد متفجرة، ويقول في اعترافاته: بعد ذهاب طالب للقتال في سوريا تباحثت مع محمد جوهر لنعمل على تأليف خلية تقوم بعمليات خطف رهبان أو عسكريين لمبادلتهم بسجناء رومي، إلا أننا وحين أخفقنا في ذلك اقتصرت مهمتنا على تصنيع أحزمة ناسفة لتزويد الإرهابيين بها. وبحسب التحقيقات اعترف الموقوفون بأن المسؤول المباشر لهم في لبنان هو الإرهابي المنذر الحسن، وأن الدافع وراء انتمائهم إلى تنظيم الدولة كان بحسب أقوالهم بأن طريق الجنة ولقاء الحور العين يمر بالعمليات الانتحارية. انتفاضة القاضي لتياري تعيد للمحكمة بعض العدالة.
كثير من الناس لم تفهم معاني انتفاضة القاضي نيكولا لاتيري على رئيس المحكمة ديفيد باراغواناث الذي أطلق الادعاء على الإعلام اللبناني ممثلا في جريدة الأخبار وقناة الجديد. فبعد قرار الاستئناف القائل بأن المحكمة اختصاصا في النظر بالدعاوى الموجهة إلى شخصيات معنوية ومن ضمنها الشركات أي قناة الجديد وجريدة الأخبار كمؤسسات، عاد القاضي لاتيري لينسف قرار الاستئناف برمته ليخلص اللا اختصاص للمحكمة النظر بالدعاوى الموجهة إلى الجديد والأخبار. انتفاضة لاتيري انطلقت من تأكيده أنه غير ملزم قرار الاستئناف في شأن الاختصاص بعد رفضه التقيد بالحجج التي لجأ إليها هذا القرار. فلاتيري أكد أن قرار الاستئناف ضد الجديد غير مقنع، وخصوصا لجهة عدم مراعاته الواجب القضائي الأساسي الذي يقول اللا جريمة من دون نص. بذلك تبع لاتيري ليقول أن المحكمة أخفقت في أن تراعي أهم واجباتها، فالقانون الجنائي لا يمكن أن يفسر بشكل موسع كما شدد لاتيري، وأن استنتاجات الاستئناف غير ذات أهمية وغير ملزمة له. وختم لاتيري انتفاضته على مسار المحكمة في قضية التحقير بالقول أن قرار الاستئناف جاء رأيا مفردا غير مدعوم بسابقات جنائية على الصعيد الدولي، ويترتب عليه عواقب على المبادئ والحقوق الأساسية للمتهمين أي الجديد والأخبار. كل ذلك الكلام عائد إلى لاتيري لا إلى كل من رئيسي مجلسي إدارة قناة الجديد أو الأخبار. فالمحكمة لم تكف عن الاعتداءات المتكررة على الإعلام اللبناني، والحقيقة هذه المرة من انتفاضة لاتيري نفسها التي سنلاقيها في منتصف الطريق لملاحقة أداء محكمة لا يقنع حتى قضاتها. القوة الخاصة التي شغلت الناس ووسائل الإعلام في ذكرى إحياء مراسم عاشوراء من هي؟ تحقيق للزميلة يمنى فواز. هذه الكائنات أو هذا الزي تحديداً فاجأ كل من صادفه. قيل إن هذه الخوذات تكشف العجائب، وقيل أيضاً أن حزب الله استحدث قوة نسائية مقاتلة خاصة. هذا الحدث تناولته وسائل أعلامية أيضاً على سبيل التحليلات والتكهنات لا الجزم. فمن هؤلاء؟ تقول المعلومات والصور أن عدد من مقاتلي حزب الله انتشر بهذا الزي الذي لم يعتده اللبنانيون في المسيرات العشرائية في الضاحية الجنوبية، وما زال الأمر يلفه الإبهام. العودة إلى بعض الجيوش الكلاسيكية قد توضح لنا من هؤلاء. الخاصة في حزب الله أطلقت عليها تسميات مختلفة اقتبست من جيوش عالمية كنيجا، إيغوس وسوات، وهي تصنف بالنخبة، لا يتجاوز عددها الألاف، تعتمد على الوزن المثالي للمقاتل، ويجب ألا تتجاوز أعمارهم 23 عاما. هذه القوات جميعها تتمتع بقدرات ومميزات تختلف عنها لدى أي مقاتل، وتعتمد على مواصفات معينة وتدريبات خاصة ومنها الفنون القتالية اليابانية. لذلك قصدنا أحد المدربين في لبنان لنطلع على هذا الفن القتالي. أكيد قدر هذا الفن من الفنون القتالية يندرج تحت عنوان عسكري، تحت عنوان مدني، تحت عنوان مؤسساتي، تحت كذا عناوين، لأنه هو فن قتالي مثل كل فنون القتالية. قادر أنت تستخدميه بالأمور العسكرية، قادر تستخدميه بالأمور المدنية كدفاع عن النفس، قادر تستخدميه أمور كمؤسساتية. هي هاي اللعبة معتمدة صارت ببعض الجيوش العالمية. المواصفات الأساسية لأي شخص بده يتعلم هذا القتال؟ يكون عنده وزن مثالي، يكون عنده ذاكرة نشيطة بين 18 سنة و 22 سنة، هون بيكون بالقمة. أما فيما يتعلق بهذه الخوذات التي يمكن أن تجدها في المحال العادية، فقد قيل أنها خوذات مراقبة ذات تقنية عالية،
تكشف المتفجرات الخفية، إلا أن حزب الله يتكتم عن إعطاء أي معلومة عن هذه القوة الأمنية الخاصة التي ظهرت بضع ساعات ثم اختفت. ويقال أيضا أن هؤلاء المقاتلين لا تكشف وجوههم إلا حين موتهم. يمنى فواز، قناة الجديد. عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر كتاب للنائب حسن فضل الله يحمل عنوان حزب الله والدولة في لبنان الرؤية والمسار، ونعرض أبرز مضامينه على جزئين. على زمن انجراف الحركات الإسلامية نحو المد الأسود والتطرف والانغماس، يقدم حزب الله تجربته في الدخول إلى مفهوم الدولة والوطن من بوابة كتاب للنائب حسن فضل الله، يرسم فيه خطوات الحزب كحركة إيمانية إسلامية مقاومة لها فكرها وثقافتها وتطلعاتها وتعيش داخل وطن متنوع الطوائف. هي قصة حزب الله مع الدولة في لبنان، وقصة الدولة بسلطاتها المتعاقبة معه كمقاومة ضد الاحتلال أو كحزب سياسي له دوره في الشأن العام. الطائف كظل للدولة كان إحدى الاختبارات للحزب الذي أبدى موقفه منه في دمشق وأمام ممثل اللجنة العربية الأخضر الإبراهيمي، واعتبره اتفاقا يؤجج الحروب، لكنه أبدى استعداده للتعاطي مع الاتفاق كأمر واقع يساعد على إخراج لبنان من الحرب الأهلية. لم يكن حزب الله يرغب في تقديم أي إشارة توحي بتماثله مع بقية الميليشيات التي أقر الطائف بحلها، فقدمت الحكومة حينها اقتراحا بإقامة مربع أمني تحمي فيه المقاومة نفسها بنفسها، وفتح الاقتراح الباب أمام صيغة علاقة تنسيقية مع القوى الأمنية الرسمية، ونشأت وحدة خاصة في الحزب هي لجنة التنسيق والارتباط، وكان وفيق صفا. يقدم كتاب حسن فضل الله مكاشفة جريئة للمرة الأولى عن ملاقاته سوريا ومصادمتها، فهو تلاقى معها في الهدف المركزي أي التصدي لإسرائيل، لكنه اختلف معها لا بل تصادم في بعض الأحيان، وسبق وأن دفع ثمناً من حياة عناصره عام 87 في الحادثة المعروفة باسم ثكنة فتح الله. عمل الحزب على لملمة جراحه أثناء التشييع كي لا يحول أي رد انتقامي إلى تصادم يحرفه عن مساره الأساسي. تأسست خصومة مبيتة على وقع الدم الذي سال في بيروت، وظلت ترافق الطرفين طيلة حقبة التعايش على المساحة الجغرافية والسياسية الواحدة. ولم يقتصر انعدام الوئام على هذه الحادثة الأمنية، إنما تعداه إلى الشأن السياسي عندما جرى إقصاؤه عن أي بحث في الحلول للأزمة الداخلية أو في تركيبة الدولة. تحكمت قيادات سورية بالقرار واستجلبت لنفسها منافع جمة بما فيها ثروات طائلة، واستولت جهات لبنانية على مقدرات الدولة. وجد حزب الله نفسه خارج الملعب المحلي، واعتمد الفريق السوري نهج الأفخاخ حيال المقاومة للإيقاع بها، وتكرر المشهد تحت وطأة عدوان نيسان 96، وكان على حزب الله أن يواجه هجوماً سياسياً على تصديه للعدوان بدعوى جر لبنان إلى مواجهة خاسرة، والطرف الأساسي في هذا الهجوم ليس إلا فريق الإدارة السورية. لم يرق للفريق السوري اللبناني المشترك خوض المقاومة لهذه المواجهة، فرفض غازي كنعان سياسة حزب الله في الرد على الهجمات الإسرائيلية وقال: هل يريد الحزب لسوريا أن تخوض الحرب في حمص لأن إسرائيل ستصل إلى هناك؟ وذهب عبد الحليم خدام إلى أبعد من ذلك عندما وجه اللوم إلى حزب الله حيال ما يجري، وقال في جلسة معه: ماذا يعتقد السيد نصر الله نفسه حتى يخوض غمار هذه الحرب؟ هل يريد أن يكون أبو عمار ثاني؟ عليكم من جانبكم وقف إطلاق النار. غدا علي عمار رئيساً لمجلس النواب. سلام يرى أن الضرر الذي يتعرض له لبنان هو استمرار للشغور في موقع الرئاسة الأولى، والمقايضة تسلك طريقها إلى الحل. وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي.
هي زيارة صديق لصديق، وهي صورة تجسد جو العلاقات الجيدة. بهذه العبارة وصف رئيس تيار المرداء نائب سليمان فرنجية لقائه برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في ابن شعي، مؤكدا بعد اللقاء أن الشمال يكون مرتاحا عندما تكون صغرتا وطرابلس منفتحتين الواحدة على الأخرى. أقول للذين يعارضون والذين عارضوا التمديد للمجلس النيابي ويصفون ما قاموا به سعادة النواب بشتى الشتائم، أقول يعني كما يقال المثل الشعبي، العروس بتبكي وبتطلع من بيت أبوها. شو الإجراء اللي عم يعملوه؟ وهنن يا بيعترفوا مجلس نيابي وبيعترفوا المؤسسات، يا حقيقة هون بدنا نكون واقفين وقفة نسأل بعضنا شو مين سبب التعطيل ومين سبب الحقيقي وراء التمديد للمجلس النيابي. هل سبب التعطيل هو الاستئثار بالأنا الشخصية وتعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية؟ لحظة تسرع يمكن أمور ما تسرع، ولكن تبني السيد حسن نصر الله للعماد مشان هون عمره سنين أعلنه كان مبارح، أما تبني عمره أنا برأيي سنين، وكلنا منعرف وأنتوا بتعرفوا كل العالم تعرف أنه حزب الله وثماني أدار وكل الحلفاء تبع ثماني أدار هم مع ترشيح العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية. ما بتصور لها القدي، يمكن في ناس إلى مصلحة تعليقات تقول أنه هيدي استفزاز. لا ما ممكن تسرع، يعني ما في شيء بجو تسريع. إن شاء الله تتسرع رئاسة الجمهورية، نحن نتمنى أنه تتسرع رئاسة الجمهورية. طالب رئيس الحكومة تمام سلام المسيحيين بالتمسك بممارسة عقيدتهم وبعدم الاستنكاف عن أداء أدوارهم الفاعلة بالتساوي الكامل مع إخوانهم المسلمين في الغنم والغرم، مؤكدا أنهم ليسوا جاليات أجنبية في هذا الشرق. موقف سلام جاء في حفل انطلاق مؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق الأوسط الذي افتتحه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام بالتعاون مع حضرة الفاتيكان. إن الضرر البالغ الذي يتعرض له المسيحيون اللبنانيون في هذه الأيام وجميع اللبنانيين بطبيعة الحال هو استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بسبب العجز الغير مبرر على التفاهم على إنجاز الاستحقاق الدستوري الأهم في البلاد. رأس العائلة المسيحية كان متمرداً على الواقع فغيره من العنف إلى المحبة، كذلك فإن رأس العائلة اللبنانية يجب أن يكون متمرداً على واقعها المسيحي والإسلامي والوطني. شدد وزير المال علي حسن خليل على ضرورة إعادة الثقة إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها، لا سيما تلك التي لها طابع أمني خصوصا الجمارك، معلنا بعد جولة له في برفأ بيروت ضبط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون كانت متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي وثقته الجمارك من خلال تصويرها للمضبوطات. عش مسموح بعد اليوم أنه يكون في عنا سكانر على بالمطار أو بالمرفأ مش عم يشتغل أو بيشتغل انتقائياً، أو يوم بتعرض عليه بضاعة لازم تمرق عليه ويوم تاني ما بتنعمل هذه العملية. مش مسموح بعد اليوم أنه يكون في خطوط لمحظيين خارج إطار النظام العام، حتى ولو عم يحصل هذا الأمر هو تسرب، العين عليه، المراقب عليه، وربما نسمع مع بعضنا البعض كتير من الإجراءات اللي بدها تحد من هذه العملية بالتنسيق بيننا وبين الإدارات المعنية بالجمارك. تلقف أهالي العسكريين المختطفين خبر خروج مطالب النصرة وداعش إلى العلن بارتياح. مطالب النصرة وداعش تقديم مبادلة كل عسكري مخطوف ب5 موقوفين في رومية و50 من السجينات في سوريا، ما يجعل العملية الكاملة بخروج غالبية معتقلي رومية من الإسلاميين وأكثر من 1400 امرأة موقوفة في دمشق. على كثرة ما يحكى عن سلبياتها، توفر خدمة العلم التي ألغيت عام 2007 ما يقارب 6000 عنصر للجيش اللبناني، فلماذا لم تعد إلى طاولة البحث؟ تحقيق ناصر بلوط. هذا ما وصلت إليه الحال ببعض أبناء هذا الوطن يستهدفون جيشهم الوطني. ماذا لو أن هؤلاء الشبان خدموا علمهم في صفوف الجيش اللبناني بدلا من خدمة المصالح السياسية والفئوية للميليشيات؟
والله اذا برجع بيعدوا احسن، بدبوا هالشباب اللبناني كله بالجيش احسن ما يروح لهون وهون، بيروح على الجيش على اللي بيخدم وطنه. بما انه لبنان بلد نظام ودفاعي منه هجومي، ما بحاجه صراحه، وبلد صغير يعني ما بحاجه لتفعيل خدمه العلم. ما اعاده تفعيل خدمه العلم وضروري بهل ده الوقت كرمال يرجع هذا الشعب كله يعيش مع بعضه ويصير ياكل كله من نفس الصحن لحتى يبطلوا يتخانقوا مع بعض. والله يا ريت كان في على ايامي وبريد اولادي يخدموا خدمه علم. ما في احترام للجيش هون بهالبلد، ما في تقدير للجيش بهالبلد. طب خدمه العلم ممكن شو عم يصير فيهم الشباب؟ بس خدمه العلم ما ممكن ترد الاحترام للجيش؟ لا ليش؟ طالما عندنا هيك زعمة ما في، ما حيصير في احترام للجيش. في العاشر من شباط من عام 2007 صدر بيان عن قيادة الجيش يقضي بإلغاء خدمة التجنيد الإجباري بموجب القانون 665 على 2005 الصادر عن مجلس النواب. هذا القرار بعث في حينه على الارتياح لدى شريحة كبيرة من الشباب اللبناني بسبب ما يرونه سلبيات خدمة العلم. أنا برأيي السلبيات هي تنحصر فقط في سوء إدارة المجندين مثل ما كان يحصل بالسابق، بس بناء للتجربة السابقة يمكن تصويب هذا الأمر. التجنيد الإجباري أو خدمة العلم كانت تزود الجيش اللبناني سنويا ب 6000 إلى 8000 عنصر كل سنة، هولي دم جديد غير التطويع. أما أنه مثل ما كانوا يقولوا الناس وينتقدوا أنه أولادنا عم يروحوا خدمة العلم عم يصفوا مرافقين مع الضباط، هاي أحد القصص اللي كانت تنقل. هذا خطأ مش لازم يحصل إطلاقا. نحن يجب أن نستفيد من التجربة السابقة ويجب أن لا ندخل الوسطات إطلاقا. تظهر دراسة نشرها الموقع الرسمي للجيش اللبناني للمقدم محمد رمال منذ سنوات أن خدمة العلم تدبير ضروري ووسيلة وحيدة لبناء المواطنة، فيما لم تغفل الدراسة سلبيات الخدمة أهمها انقطاع الشبان عن حياتهم العملية والعلمية. ولكن وبالمعنى العسكري، ما هي إيجابيات إعادة تفعيل هذه الخدمة؟ الجيشنا حاليا يملك الولاء، يملك العقيدة القتالية ويملك المعنويات، يفتقر إلى العديد والعتاد. العديد بيجي العديد للجيش من التطويع ومن خدمة العلم. ألغيت خدمة العلم في لبنان، وأنا برأيي ما كان خطأ فقط، كان خطيئة كبيرة بحق الجيش. خدمة العلم إذا فعلا أحسنت إدارتها خاصة في هذا الوقت بالذات، الشباب ضايعين وعم استقطبهم تنظيمات إرهابية. لذلك أنا بشوف على أنه اليوم قبل الغد نحن بحاجة إلى إعادة خدمة العلم إلى لبنان. لا يختلف اثنان على أن لخدمة العلم إيجابياتها وسلبياتها، ولكن يتساءل العميد جابر وكثيرون غيره لماذا لا تطرح هذه القضية على طاولة البحث من جديد انطلاقا مما يرون فيها حلا للكثير من الأزمات أهمها الطائفية والمذهبية واللامواطنة. ناصر بلوط، قناة الجديد. زحفت حشود شعبية اليوم إلى قرية الدالوة محافظة الإحساء السعودية للمشاركة في تشييع جثامين 8 من ضحايا العمل الإرهابي في حادث إطلاق نار على حسينية المصطفى مساء الاثنين الماضي خلال مجلس عاشورائي. وأكد أحد منظمي التشييع أن أشخاصاً ومسؤولين ومثقفين من مختلف مناطق المملكة حضروا إلى الإحساء للمشاركة في التشييع الاستثنائي على مستوى الوطن والذي أغلقت لأجله بعض الطرقات، كما تم نقل المشاركين عبر حافلات مخصصة لهذا التأبين الشعبي الذي شهد حمل نعوش الشهداء وسط إجراءات أمنية وانتشار لرجال الأمن في محيط المكان. وقد قامت هيئة الري والصرف بتهيئة الطرق المؤدية إلى مكان العزاء عبر إزالة بعض الأشجار واستحداث جسر مؤقت يسهل وصول الوفود الشعبية المشاركة إلى المكان. وتجدر الإشارة إلى أنه تم حفر قبر واحد يضم أجساد الضحايا الثمانية في مقبرة الدالوة. تفجيرات تستهدف منازل قياديين تابعين لحركة فتح في قطاع غزة من دون وقوع أضرار بشرية.
استهدفت سلسلة تفجيرات متزامنة صباح الجمعة منازل 15 قيادياً من حركة فتح في قطاع غزة، من بينها منزل القيادي فيصل أبو شهلة، فيما لم تسفر التفجيرات عن أي أضرار بشرية. وحمل أبو شهلة حركة حماس مسؤولية الكشف عن المتورطين في التفجيرات، رافضاً اتهامها بالوقوف وراء العملية. أما المتحدث باسم فتح في الضفة الغربية أسامة القواسمي فحمل حماس المسؤولية، فيما طالب المتحدث باسم حماس سالم أبو زهر السلطة الفلسطينية بالتحقيق بالتفجيرات عن كثب. نحن نحمل المسؤولية الكاملة للأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس لأنها المسيطرة على قطاع غزة، وبالتالي هذه الأجهزة تتحمل المسؤولية عن حياتنا وعن ممتلكاتنا. حركة حماس تدين بشدة الحادث الإجرامي الذي استهدف عددا من منازل قيادات حركة فتح في قطاع غزة، والحركة تدعو الأجهزة الأمنية إلى التحقيق وسرعة ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. كما استهدف انفجار آخر منصة تابعة لمهرجان جماهيري ستقيمه حركة فتح لإحياء ذكرى وفاة مؤسسها ياسر عرفات في 11 من الجاري. وعلى خلفية التفجيرات ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله زيارته إلى قطاع غزة التي كانت مقررة للاحتفال بذكرى رحيل عرفات. ووصفت فتح هذه التفجيرات بالجرائم الإرهابية، لافتة في بيان إلى أن هذه الجرائم تنسف ركائز عملية المصالحة التي بدأت بعد إعلان غزة وتفاهمات القاهرة. سقوط ضحايا بينهم أطفال في قصف مروحي للطيران السوري في حلب، والجيش النظامي يكثف عملياته في ريف القنيطرة. سقط 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال ضحايا قصف للطيران المروحي السوري ببرميلين متفجرين على حي الشعار شرقي مدينة حلب، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القصف استهدف مبنيين أحدهما كانت تتخذه جبهة النصرة مقرا لها وأخلته في وقت سابق. كما شن الجيش السوري النظامي غارتين جويتين على منطقة حوش الفأرة في ريف دمشق، ونفذ ضربات جوية عدة على منطقة الكسفة. الجيش كثف كذلك عملياته في ريف القنيطرة القريب من الشريط الحدودي للجولان المحتل، واشتبك مع مجموعات مسلحة في قرية شاورة بمحيط بلدة سعسع التي يحاول عناصر جبهة النصرة السيطرة عليها. من جهة أخرى شنت طائرات التحالف الدولي ضربتين استهدفتا تجمعات لتنظيم داعش بالقرب من المركز الثقافي في جنوب شرق مدينة كوباني، في الوقت الذي تشهد عدة جبهات في المدينة وأطرافها تبادلا لإطلاق النار بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومسلح التنظيم. كما قصفت قوات البشمركة الكردية وحدات الحماية مقار لمسلحي داعش في الريف الغربي للمدينة. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدها الزميل شادي خليفة. مساء الخير جورج. يصر النجم عاصي الحلاني على إحياء عدد من الحفلات الخيرية كل سنة إلى جانب حفلاته العادية والمهرجانات الضخمة، وآخر هالحفلات كان لصالح رعية مارتقلة. وأكد عاصي بحديثه معنا أنه منسوب الإنسانية والشعور مع الآخر لازم يرتفع بظل اللا إنسانية اللي عم نشوفها من قبل التنظيمات الإرهابية لتسيء للإنسان والدين، وأكد على دعمه للجيش اللبناني وتمنى أنه توفي الدول بوعودها تجاه تسليحه. والتفاصيل من تبع سوا مع عاصي الحلاني. أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حارب للهوي ولاني الحبيبي، يا مال الهوي ولاني الحبيبي. طلب مني الحزمية مرتقلة انه بدهم يعملوا شيء طبعا اديت استعدادي، وهذا شيء بيسعدني بشرفني الحياه، يعني خاصه بهالاوضاع اللي مرقين فيها وهالازمات اللي عم نمر فيها، انك تكون عم تحس بالناس وعم تتعاطى مع الناس بانسانيه اوضاع سيئه، وهيدي بتترك يعني بقلبنا شيء محزن، ويعني دائما نحن بحاله اذا بدك، يعني لو ما ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا العزيمة وبيعطينا القوة والإيمان، شعب محبط، نحن محبطين للي عم يحصل، يعني ما عاد في رحمة، ما عاد في شفقة، الهجمة اللي الإرهابية اللي عم نتعرض لها إن كان نحن أو بلاد الجوار، يعني والقتل عم بيصير والإجرام
والذبح والهيدي اللا انسانيه بعد ما مرقت علينا ولا شفناها، شيء يعني محزن وتتاسف انه عم بيشوهوا عروبتك وتاريخك وانسانيتك ودينك. هيدي يعني انا بحس شيء منظم من اجل تشويه ديننا الاسلامي اللي هو دين الرحمه والشفقيه والانسانيه والحب الاخر والتعاطي والعيش مع الاخر. يعني نحزن على سقوط شهداء من 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 هالمؤسسة الشريفة، هالمؤسسة اللي هي الضمان لكل اللبنانيين. أنا بفرح ببطولات الجيش اللبناني واللي عملوه بطرابلس وعم يعملوه بكل المنطقة. للحقيقة أنا بقول يعني هيدا شيء عمل بطولة، برجع بكرر وبقول إنه نسبة للإمكانيات اللي هن عندهم اياها. يعني طبعا في وعود بانه رح يتسلح الجيش، وفي عنا وعود من روسيا، وفي السعوديه وعدت انه في 3 مليارات ومليار تالي رابع كمان، بس لحد هلا بعد ما استلموا يعني. وايران قالوا بده يسلحوا كمان الجيش، روسيا كمان، بس ولا يعني بعد لحد هلا ما في شيء ان شاء الله. نتمنى اكيد، لانه ما في قاتل الجيش باللحم اليوم. ما فيك يعني بدك امكانيات حتى تقدر تحارب هيدي الهجمه المتطرفه والعنصريه عليك. فأنا باخر شيء ندائي للشعب اللبناني انه يتكاتف وينبذوا المذهبيه والطائفيه. انا بعتبر ما في حرب مذهبيه مثل ما بيقولوا البعض او طائفيه، في حرب تكفيريه او حرب عنصرية، يعني ما بين التكفيريين والمعتدلين. يعني أنا بعتبر الحرب القائمة الآن هي ما بين الناس المعتدلة، بين الإنسانية والناس التكفيرية. منتابع نشرتنا مع مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية بالبانوراما الفنية. أكد الممثل السوري سلوم حداد أنه لولا القيادة السورية وقوة الجيش السوري لأصبحت سوريا في خبر كان، لافتا إلى أنه قرر العودة نهائيا إلى بلده بعدما كان مقيما في الإمارات. وأشار الممثل الشهير إلى المؤامرة التي تحاك ضد بلاده وانتشار المتآمرين في كل أنحاء العالم، وقال: القيادة رحيمة وليس كما يصورونها بأنها سفاحة، وأنه إذا ما بتنزل بيفرموك، مو مطلوب منك تكون غير مواطن وطني، ما بدون أكثر من هيك. ناشدت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين زوجة النجم جورج كلوني الحكومة المصرية إطلاق سراح صحفي قناة الجزيرة محمد فهمي لأسباب طبية، مشيرة إلى أنه يعاني من التهاب الكبد الوبائسي. وقالت المحامية التي باتت محط اهتمام الصحافة والرأي العام العالمي في بيان نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إن فهمي المحكوم عليه بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت تعرض للحبس على أسس زائفة ويحتاج إلى علاج، وأن محاكمته كانت غير عادلة. وأوضحت أنه يجب على قناة الجزيرة الإنجليزية التي كان يعمل لديها فهمي وقت توقيفه الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بقضيته.
سيتزوج النجم العالمي مارك أنتوني من حبيبته عارضة الأزياء الفنزويلية شانون ديليما في غضون أيام بعد خطوبة سرية استمرت حوالي 8 أشهر. وكشفت مجلة US ويكلي الأمريكية أن الخطوبة تمت شهر آذار الماضي ولم يعرف بها أحد إلا اليوم وقبل أيام فقط من زفافهما. وكان أنتوني قد بدأ بمواعدة ديليما بعد مرور 6 أشهر من انفصاله عن زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز عام 2012، إلا أنهما انفصلا بعد عام ثم عدا من جديد. يذكر أن هذا الزواج سيكون الثالث لمارك أنتوني، حيث كان متزوجاً من ملكة جمال الكون ديانا توروس عام 2000، واستمر زواجهما حتى عام 2004. وبعد أسبوع واحد من طلاقهما تزوج من النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي انفصل عنها عام 2011. عرض شيخ عربي على رئيس الأورغواي خوسيه موريكا الملقب بأفقر رئيس في العالم مبلغ $1,000,000 لشراء سيارته من طراز فولكسفاجن زرقاء اللون موديل عام 87، على ما ذكرت مجلة بوسكيدا. وأوضحت المجلة أنها ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الرئيس عرضاً لشراء سيارته الرئاسية الخارجة عن المألوف، وقد يقبل بالعرض هذه المرة ليخصص المبلغ لبناء مساكن للمعدمين أو أي شيء آخر يكون خدمة لبلده الأورغواي. هذه كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا لليلة، تصبحوا على خير. كان في النشرة اعترافات ثلاثي داعشي في لبنان، خططنا لتفجير مطعم الساحة أثناء المونديال. حزب الله في كتاب حسن فضل الله يوم أقصى السوريون المقاومة. الجديد تعلن انتفاضتها على المحكمة الدولية. فرنجي يراهن على لحظة واحدة للرئاسة. تبني السيد حسن نصرالله للعماد مشان هون عم يوصل. وكان في النشرة أيضا لرفع منسوب الإنسانية والشعور مع الآخر. أنا يا طير ضيع لي نصيبي، أنا يا طير ضيع لي نصيبي. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.